كما ينضم إلينا عبر الهاتف حول هذا الموضوع من أبو ظبي الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية بدولة الكويت. أهلا بك دكتور فهد، وبرأيكم ما الذي تسعى إليه هذه القناة القطرية من خلال التدخل في شؤون مملكة البحرين ودول أخرى، حتى خاصة عبر بث مواد لا تمت للحقيقة بصلة؟ بلا شك، يعني إحنا آراءنا معروفة فيها من زمان، وحتى آراء العالم العربي أو بالذات أهل الخليج ومصر، قناة الجزيرة الحقيقة قناة تعمل على تشويه دول الخليج بالذات، ومع أن مقرها في الخليج لكن تعمل على تشويه دول الخليج. قناة الجزيرة في برامجها الآن لا تخاطب إطلاقا، هي لا تخاطب المشاهد الخليجي، نحن لسنا من الشريحة المستهدفة، هم يخاطبون شمال أفريقيا وفلسطين للتحريض على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مصر. هم أتوا بإرهابيين على الهواء مباشرة على الهواء أتوا وبايعوا البغدادي، هذا موجود. هم يدعمون حركة تنظيم الإخوان المسلمين اللي هي منظمة إرهابية في العديد من الدول، بالتالي حتى العاملين، حتى النبرة اللي هو الحس الإعلامي ليس حسا يوجه لشعوب دول الخليج. نحن عارفين ما هي قناة الجزيرة. أحد الشياب اللي عندي بالديوانية يقول لي قناة الجزيرة الله يكرمكم، يقول هذه مثل ذيل الكلب، مثل ذنب الكلب، ذيل الكلب هذا ما يتعدل. هو شايب عمر 85 سنة، هو فاهم، لكن هم يحرضون علينا، يحرضون على الإرهاب، يحرضون الدول الأخرى، ويصير فيه الحقيقة من الأسف عدم التزام بالميثاق الإعلامي. وهم شاطرين الحقيقة قناة الجزيرة في نقل مشاكل العالم وإذاعة مشاكل العالم، بينما على بعد كيلو واحد في 7000 مواطن قطري تم سحب جناسيهم ورميهم خارج الحدود. لم نشاهد لا حقوق إنسان، ولم نشاهد مقابلات معهم، ولم نشاهد الحقيقة أي شيء، والتناقضات كثيرة. قناة الجزيرة حرضت على الكويت، على بلد الكويت منذ 2012، وكانت الحقيقة محرض رئيسي ضد الأسرة الحاكمة والشيخ صباح الله يرحمه هذاك الوقت. هذا هو تاريخ قناة الجزيرة. بالتالي كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ أعتقد هو التعامل معه سياسيا، لكن سياسيا يقولون والله قناة الجزيرة قناة مستقلة، يعني ليس لها ناس تسيطر عليها. لكن احنا عارفين، يعني صراحة مثل ما يقولون عارفين الجدر وما فيه، لكن نتعامل مع الأمر سياسي لأن السياسيين يريدون أن يتعاملوا معها. أعتقد الأخت المتحدثة سوسن الشاعر قالت كلام طيب يعني صراحة في هذا الموضوع. النقطة الأخرى أن احنا إذا تحدثنا بوضوح قانون الإعلام الكويتي يمنعنا. الكويت بلد محترم، الكويت دولة محترمة، أنت تتكلم على الدول الشقيقة أو على شخصيات على طول حلوك النيابة، لا نستطيع أن نتحدث بهذا الوضوح للأمانة، ولا اللي فينا أكبر من اللي قلناه الآن. نحن نحاول أن نتحدث بشكل عام علشان احترام لقانون الإعلام الإلكتروني الكويتي اللي قد يطاننا إذا تحدثنا بوضوح أكثر. قناة الجزيرة لا احترمت أحد ولا احشمت أحد، ولا الحقيقة أدت رسالة إعلامية كل رسائلها تحريض، لا توجد رسالة إعلامية بناءة، لا يوجد شخصيات معتبرة، كلها شخصيات أمّا هربانة في تركيا أو هربانة إلى بلدان أخرى. بالتالي إحنا ما يهمنا قناة الجزيرة، إحنا الحقيقة مستائين على تصرفات من يدير قناة الجزيرة، مع أن هناك اتفاقية ومصالحة خليجية. نعم، الدكتور فهد الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.